السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أتمنى يا رب تكونوا بخير وبصحة جيدة. معكم محمد أشرف من قناة منح من كل الألوان، وإن شاء الله بإذن الله النهاردة هنتكلم عن منحة دراسية ممتازة جدا. بس قبل ما نتكلم عن المنحة دي أحب أوضح لكم إن قناتنا قناة منح من كل الألوان بتعرض منح وفرص كتيرة جدا، فياريت تتصفحوا القناة عشان تتعرفوا على الكثير من المنح، وما تنسوش أيضا تعملوا اشتراك في القناة وتضغطوا على الجرس الصغير ده عشان كل الفرص توصلكم بسهولة. طيب خلينا دلوقتي نتكلم عن منحة النهاردة. منحة دي منحة مميزة جدا، وهقول لكم ايه المميز تحديدا في المنحة دي ان شاء الله لما نيجي نوصل للمميزات. تمام. طيب المنحة دي هي منحة ايه؟ هي منحة جامعة البخاري الدولية الموجودة في دولة ماليزيا. تمام. يبقى الدراسة هتكون في دولة ماليزيا. الجهة المانحة هي جامعة اسمها جامعة البخاري، ودي جامعة من افضل الجامعات. تمام. وجامعة معترف بها دوليا وبيدرس فيها عدد كبير جدا من الطلاب الدوليين. طيب الدول المتاحة للتقديم في المنحة دي، عندنا كل الدول المتاحة للتقديم سواء انت من دولة عربية افريقية اسيوية بتقدر تقدم للمنحة دي بكل سهولة من غير مشكلة. تمام كده. طيب المرحلة الدراسية الموجهة ليها المنحة دي، المنحة دي موجهة لدرجة واحدة فقط، هي درجة البكالوريوس. يعني الناس اللي عايز تدرس درجة البكالوريوس او ليسانس متاح لهم التقديم. تمام. لو انت في اخر سنة كمان من الثانوية العامة مثلا وعايز تقدم على درجة البكالوريوس في الجامعة دي بتقدر عادي بتقدم بشهادة السنة اللي قبلها، ولكن دراسة الماجستير أو الدكتوراه غير متاحة في المنحة دي. تمام كده؟ طيب خلينا دلوقتي نشوف بقى إيه هي المميزات في المنحة دي. أول حاجة إن المنحة دي بتتكلف لك بالدراسة مجانا، يعني أنت مش بتدفع أي تكاليف دراسية خالص. تمام كده؟ تاني حاجة بيكون عندك سكن فندقي. تمام. في سكن خاص بالجامعة. تمام. السكن ده سكن ممتاز جدا، ويعني في ناس كتيرة بتشكر فيه، سكن كويس جدا. تمام. ده بتوفره لك برضو الجامعة. كمان بيكون في وجبات طعام تبع الجامعة توفرها لك ايضا. بيكون في راتب شهري وهو 420 رينجت ماليزي. تمام. بتاخدهم شهريا طبعا مصاريفك الشخصية لو احتاجت اي اشياء وما الى ذلك. تمام كده. كمان بتوفر لك بقى، وركز معايا في النقطة اللي انا هقولها دلوقتي، بتوفر لك كورس لغة تحضيري للايلتس، وكمان بتديك شهادة الايلتس بالمجان. يعني ايه الكلام ده؟ خلينا نوضح اكتر كده. انت دلوقتي لما بتروح عايز مثلا تثبت اللغة الانجليزية بتاعتك، بتلاقي عندك مجموعة امتحانات دولية زي الايلتس او التوفل. تمام. وبتلاقي ان الامتحانات دي غالية، بتراوح تمنها ما بين 250 دولار حتى 350 دولار. تمام. طيب الجامعة دي بتعطيك كورس لغة تحضيري للايلتس، انك تدرس اللغة الانجليزية وتدرس الايلتس. تمام. وتمتحن فيه بالمجان، بتعطيك الشهادة معتمدة من غير ما تدفع 250 دولار ولا 350 دولار. يعني انت قبل ما بتبدأ الدراسة في الجامعة دي انت بيكون عندك كورس لغة انجليزية تحضيري للايلتس، وبعدين بيعملوا لك الامتحان، بعدين بتستلم الشهادة بتاعتك، بعدين بتبدأ الدراسة في التخصص اللي انت عايزه. تمام كده. طيب ده بالنسبة للميزة دي، من الصعب انك تلاقيها، مفيش منح حاليا، نادرا لما تلاقي منح بتوفر مثل هذه المميزات. طيب خلينا دلوقتي نشوف كمان بقى بالنسبة للشروط الخاصة بالمنحة دي. الشروط الخاصة بالمنحة دي ان لازم سنك ما يتعداش ال 22 سنة، يكون سنك بتروح ما بين 18 سنة حتى 22 سنة، ما يكونش اكتر من 22 سنة. تمام. طيب كمان هي مش بتحتاج شهادة لغة انجليزية عند التقديم. تمام. زي ما انا قلت لكم ان في حاجه اسمها كورس لغه تحضيريه انت بتاخده الاول قبل الدراسه، بتدرس فيه اللغه الانجليزيه، وكمان بتاخد شهاده الايلتس بالمجان. تمام كده. طيب بالنسبه للتخصصات المتاحه عندنا، عندنا تخصصات عديده. عندنا تخصص اداره الاعمال، عندنا تخصص التسويق، عندنا تخصص الاقتصاد، عندنا تخصص اداره الموارد البشريه، عندنا تخصص التمويل الاسلامي، عندنا تخصص الكمبيوتر ساينس، هندسه علوم الحاسب. عندنا طبعا تخصصات مختلفة مرتبطة بالإدارة والتمويل. تمام كده. كلها تخصصات بكالوريوس. طيب بالنسبة للأوراق المطلوبة عشان حضرتك تقدم في المنحة دي، أوراق بسيطة مش معقدة. أول حاجة صورة جواز سفر بتاعتك لازم تكون متوفرة. تمام. كشف الدرجات، بين الدرجات بتاعتك لآخر سنة دراسية لو كنت لسه في المؤهل الحالي، أو لو كنت اتخرجت تجيب شهادة التخرج. تمام. كمان توفر السي في بتاعك، كمان تكتب مجموعة مقالات مطلوبة في المنحة، مقالات إني. تمام كده. طيب ده بالنسبة للأوراق المطلوبة عند التقديم. الابليكيشن ده مفهوش أي رسوم، بتملأ الابليكيشن الخاص بالمنحة، بترفق فيه كل الأوراق، يبقى أنت كده قدمت بنجاح للمنحة. تمام. في ملحوظة حابب أقولها، إن زي ما قلت لكم فيها كورس لغة تحضيري للايلتس قبل البداية. وعلى فكرة أنت مش بتختار، يعني مش بتختار التخصص من البداية، لا أنت بتختار حاجة اسمها فاونديشن.
ستاديز، ان انت كورس تاسيسي الاول في اللغه بتاخده، بعد لما بتخلص الكورس التاسيسي وبتاخد شهاده الايلتس بتاعتك تقدر انك تختار التخصص. وعلى فكره في ناس ساعات بتكمل الكورس فقط وبعدين بترجع بلدها عادي، بتكون عايزه تاخد الكورس اللغه الانجليزيه في الايلتس التحضيري مجانا من الجامعه في ماليزيا وتاخد شهاده اللغه بالمجان، وممكن عادي لو انت مثلا مش عايز تكمل دراسه في التخصص ده تقدر برضو عادي. تمام، فمنحه فيها مميزات كتير جدا. بالنسبة لآخر ميعاد للتقديم، المنحة دي مفتوحة طوال العام طبعا على حسب الفصل الدراسي اللي هيبدأ، ولكن هما بيستقبلوا طلبات طوال العام. تمام كده. طيب ما تنسوش كمان ان قناتنا قناة منح من كل الألوان، بتوفر خدمات إضافية زي خدمة التقديم بشكل احترافي لأي فرصة أو منحة انت عايزها، لو حابب تقدم من خلالنا على المنحة دي متاح. خدمة تجهيز الأوراق بشكل احترافي تقدم بيها في أي منحة فرصة انت عايزها بنفسك، وخدمة التقديم على الكورسات عشان نزود او عشان تزود من فرص قبولك في المنح. وفي خدمه جديده جايه ان شاء الله، وهي خدمه تامين قبولات جامعيه او تامين منح دراسيه في الصين. تمام، بنسبه 100%. ولو حابين اي خدمه من هذه الخدمات بتلاقوا رابط استمارات كل الخدمات موجوده في صندوق الوصف اسفل الفيديو. خلينا دلوقتي نروح نشوف ابلكيشن التقديم والاعلان الرسمي للمنح. طيب هتلاقي هنا عندنا ده الاعلان الرسمي للمنحه. تمام، هتلاقي مذكور فيه معظم التفاصيل، هما طبعا مذاكرين الراتب كام والاشياء دي كلها كام، مذاكرين بس الشروط، ولكن موضوع الراتب وموضوع بقى التخصصات وكل ده متحدد في الابلكيشن فورم نفسه. تمام، اللي هو ابلكيشن التقديم. وبرضو ما تنسوش ان الموقع ده هتلاقوا فيه تحت في صندوق الوصف اسفل الفيديو ده هتلاقوا فيه مقاله انا كاتب فيها تفاصيل المنحه اللي انا قلتها، وهتلاقوا حاطط فيها الاعلان الرسمي، لينك الاعلان الرسمي اللي هو ده ولينك ابلكيشن التقديم. تمام كده. طيب خلينا نروح دلوقتي ونشوف ابلكيشن التقديم ايه الاشياء المطلوبه فيه وازاي هنملاه. ده الابلكيشن فورم بتاع الجامعه، جامعه البخاري الدوليه. هتلاقي هنا هتكتب الايميل بتاعك وتكتب الباسورد. طيب انت كمستخدم جديد ما عندكش لا ايميل ولا باسورد، تعمل ايه؟ تروح عند فيرست تايم لوجن دي وتضغط عليها عشان تعمل اكونت جديد الاول على موقع المنحه، بعد كده تخش للابلكيشن وتبدا تملا. تمام. طيب بيطلب منك اول حاجه هنا الاسم الاول، اسم العائله، دولتك اللي انت مقيم فيها حاليا، رقم الهاتف، ايميل بتاعك. تمام، وتختار نوع الطلب بتاعك، هل انت طالب ماليزي ولا طالب دولي، فاختار مثلا طالب دولي. تمام، وتحط رقم جواز السفر بتاعك، وهنا بتحط الصوره بتاعه يعني الصوره الشخصيه ليك. تمام، وهنا بتضغط على كلمه ريجستر. تمام، ان انت بتسجل الطلب بتاعك، بعدين بترجع تاني وبقى بتحط البيانات بتاعتك، بتحط الايميل بتاعك هنا. تمام، انا هكتب الايميل بتاعي، هكتب الباسورد واضغط على كلمة لوجين من هنا. تمام، عشان يدخل معايا للابليكيشن ونشوف كافة التفاصيل اللي موجودة فيه. تمام، طيب الابلكيشن هيفتح معايا بالشكل ده. طبعا انا عشان مليت الابلكيشن سابقا عشان اشرح لكم، فهتلاقي الابلكيشن شكله مختلف شويه عن اول مره هيفتح فيها معاك. تمام، فانا هخش هعمل تعديل للابلكيشن من هنا عشان اوريكم الاشياء المطلوبه. تعمل تعديل من هنا. تمام، هنا البيانات الشخصيه بتاعتي. تمام، سيكشن البيانات الشخصيه من هنا اللي هي البيرسونال ديتيلز، هتلاقي هنا مطلوب منك بقى الجندر بتاعك، الديانه بتاعتك ايه. تمام، تاريخ الميلاد، كل الاشياء دي، وبتقدر انك تعدل الخانه دي من هنا. يبقى دي اول خانه. تاني خانه اللي هي البيرسونال ستيتمنت، وديت بيطلب فيها بقى لو انت مثلا عندك اي اعاقه بتقولها، ايه هي يعني الاشياء اللي خليتك، هل انت مثلا طالب حولت مثلا من جامعتك لجامعه ماليزيه قبل كده، كل الحاجات دي. تمام، بتوضحها هنا. بعد كده في السكشن اللي هنا اللي هي الباسبور ديتيلز، رقم جواز السفر بتاعك وبياناته، امتى الباسبور، تاريخ الانشاء وتاريخ الانتهاء. تمام، وهل انت مثلا عندك كان معاك مثلا فيزا ماليزيا قبل كده او لا. تمام، بعد كده بتضغط على كلمه نيكس، بتخش على السكشن بعد. طبعا انا بشرح لكم كل سكشن من بره عشان يعني الاسئله واضحه من بره، ولكن انت لما تيجي تعمل اديت وتدخل للمحتوى نفسه هتلاقي ان كل سؤال بيظهر فيه تختار وتكتب فيه الاجابات. تمام، هنا هاي سكول كواليفيكيشن، بتكتب البيانات المدرسيه بتاعتك، خلينا نشوفها. هنا بتحط بقى انت الليفل بتاعك ايه، المدرسه اللي انت بتدرس فيها واتخرجت منها، الجريد بتاعتك. تمام، تاريخ المتوقع للتخرج، كل الحاجات دي بتحطها. تمام، طيب
هنا اللغة الإنجليزية بتاعتك، يعني مستواك في اللغة الإنجليزية إيه، هل بتعرف اللغة الإنجليزية ولا لأ، تحدد مستواك فيها. بعد كده بتضغط نيكست، تخش على السكشن اللي بعده. تمام، في السكشن ده زي ما ظهر لنا دلوقتي، هنا بالنسبة للفينانشال انفورميشن اللي هي انك عايز تختار انك تقدم المنحه. طبعا انا ضغطت على ريجكتد سكولرشيب اللي انا مش عايز منحه، ولكن انت لما يجي يظهر لك الجزء ده اللي هو سكولرشيب انفورميشن، معلومات المنحه، تختار انك عايز منحه. تمام، طيب انا خلاص مثلا انا مش عايز منحه، فبضغط على بروح بقى لتحميل المستندات. ولكن انت اكيد انت بتقدم، يبقى انت شخص عايز المنحه دي، فتختار اكسبت للمنحه. طيب بخش بعد كده على بروسيد تو ابلود دوكيومنت، اللي انا بحمل الوثائق بقى المطلوبه مني. تمام، والوثائق المطلوبة مني عايز اوريها لكم. هنا دي الجزئية الأخيرة اللي بيقول لي فيها انك يعني خلاص انك كملت الابليكيشن، بس انا عايز اوريكم الوثائق اللي بتكون مطلوبة. هي ابديت دوكيومنت. تمام، هيطلع لي هنا قائمة الوثائق المطلوبة. قائمة الوثائق المطلوبة بيقول لك بقى انك تحط صورة جواز سفر بتاعك، تحط اخر مؤهل دراسي حصلت عليه او شهادة المؤهل الحالي، لو معاك شهادة لغة تحطها، مش معاك خلاص. تمام، فبتحط كل التفاصيل دي. لو انت هتقدم على المنحة، فحاول انك تجيب مثلا شهادة اثبات دخل بتثبت دخل الاسرة بتاعتك كام شهريا، كل الحاجات دي لازم توضح. تمام كده، وفي حاجة انا عايز اقول لكم عليه، اختيار البرامج. طبعا انا مش هعرف اللي انا يعني ادخلها من هنا، خلينا طيب نشوف كده. هنعمل على ايديت من هنا، هنا هتلاقي جزئية اختيار البرامج. تمام، اللي هي ازاي ممكن تختار البرنامج بتاعك. هيطلع لك في الخانه الاولانيه، هيطلع لك انك تختار اربع برامج اوليه. لو انت عايز كورس اللغه في الاول، هتلاقي حاجه تظهر لك اسمها فاونديشن كورس، تضغط عليها عشان تاكد انك عايز كورس اللغه في البدايه. تمام، هي ما ظهرتليش انا لان انا مليت الابلكيشن بالفعل، ولكن هيظهر لك حاجه اسمها اختيار التخصصات، بحد اقصى اختيار اربع تخصصات، فتحاول تختار اول حاجه الفاونديشن كورس. تمام، وبعد لما تخلص بقى ملء كل البيانات دي، بتروح للجزئيه الاخيره اللي هو بعد ما تضغط لكلمه نيكست في الاخر وتوصل للجزء الاخير، بتضغط على كلمه سيف وبعدين سبميت ابلكيشن، ويبقى انت الابلكيشن كده وصل للمنحه بنجاح، وبتنتظر ان شاء الله رد المنحه. تمام كده، فكده شرحنا كل التفاصيل الخاصه بالمنحه. ما تنسوش ان احنا كمان بنساعد على التقديم الاحترافي لهذه المنح. المنحه دي ملهاش ديدلاين معين، متاح طوال العام. فإن شاء الله بإذن الله يكون بالتوفيق والقبول لكم في هذه المنحة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.